فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ودع الأحياء وودع الأموات، خرج إلى أهل أحد، يعني الشهداء، الشهداء معركة أحد، خرج إليهم يسلم عليهم ويودعهم، وصلى عليهم. يحتمل أن صلاة الجنازة مع أنهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، أو يحتمل أن المراد به الدعاء والسلام، فالدعاء يسمى صلاة. خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، صلى عليهم، ثم إنه قال ثم إنه أقبل إلى المنبر، يعني صعد المنبر صلى الله عليه وسلم، وهذا توديع للأحياء، فقال ما ذكره في الحديث. نعم.